وينو بدري فنجان جيبه؟ عم بيستناك يا سيدي. لازم فتشك كمان. ما في داعي لقلة الأدب. أسلحتنا وتركناها. رح أحكي شوي واطلع. استناني هون عمران. ماشي معلم. بصراحة ما توقعت انه تجي بهالسرعة يا ميماتي. انت بعثت لنا طلب وأنا جاي من شان هالطلب. تفضل، أنا سامعك. أنا أجيت لعندك مشان تلغي هالخوة علينا. إيه؟ وبعدين أنت خليت الشرطة تاخذنا. بعدين؟ نحن ما رح نعطيكم الخوة وما منمرق لكم عملتكم هي. من هلا ورايح صحصح منيح أنت ومعلمك. شوف ميماتي، أنا حذرتكم بطريقة منيحة. قلت لكم إنه شرف إلكم تكونوا شركة مع كرجداق، بس ما فهمتوا. نحن ما بينقصنا شرف. لا تقطع حديثي. أنتوا مالكم أدنى بقوتكم ولا بحياتكم فيكم تهددونا، فهمت علي شو حكيت؟ بكفي إنه أنا عم بحكي مع واحد صرصار مثلك. يا رح تفهم يا رح تموت. لا تلوت ايدك بدمك ميماتي. نشارككم، مو نحن يلي بيتاخد منهم الخوة. وتذكر اني مالي صرصار. الصرصار الوحيد هي هالرصاصة اللي جوات المسدس، فمت بدري. ودير بالك على حالك. شو سويت معلم؟ ما سويت شي، حكيت له جسمه. هدول الكم، اعطيني سلاحي.